مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. النهاردة بإذن الله حلقة هتكون مهمة ومميزة جدا، لأن كالعادة عندنا أخبار كتير قوي عن النادي الأهلي وكل ما كتب عن النادي الأهلي في المواقع وفي الصحف وآخر الأخبار الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالتحديد. كمان هيكون عندنا أخبار مهمة قوي بالتحديد فيما يخص منتخب مصر واستعداده لبطولة الأمم الأفريقية. خلاص العد التنازلي ابتدى، البطولة خلاص يوم الجمعة الجاية، أول مباراة للمنتخب أمام زيمبابوي في تمام الساعة 10 مساء، فبالتالي هيكون أيضا عندنا كلام كتير جدا عن منتخب مصر واستعداداته الهامة جدا جدا لهذه البطولة. كمان هيكون عندنا أخبار محلية وأخبار عالمية وكمان أخبار الكان واستعدادات المنتخبات الأخرى في فقرة هتكون يعني في إجازة سريعة كده بخصوص أخبار المنتخبات اللي هتشارك في بطولة الأمم الأفريقية إن شاء الله 2019 بمصر واللي هتنطلق خلال أيام قليلة جدا. بالتالي الحلقة النهاردة دسمة جدا وفيها أخبار كتير قوي قوي بتخص كل الجماهير المصرية بشكل عام وأكيد بتخص أكتر جمهور النادي الأهلي بشكل خاص. الجزء الثاني من حلقة النهاردة هيشرفنا وينورنا في الاستوديو الناقد الرياضي الكبير أستاذ حسام زايد، الناقد الرياضي بجريدة الشروق، عشان نتكلم باستفاضة أكتر في كل الأمور اللي بتتعلق بالرياضة المصرية في الفترة الحالية. شوف بقى إيه أهم وأبرز عناوين حلقة النهاردة، يلا بينا. عبد الحفيظ وأمير يطيران لإسبانيا. جيرالدو انتظر دعم جماهير الأهلي في بطولة أمم إفريقيا. الأهلي يستضيف اليوم تصفيات كأس العالم للأيتام. اتحاد الكرة يرشح الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري أبطال أوروبا أفريقيا عفوا. وزير الرياضة يجتمع بالسنغالي ساديو ماني. تقرير فرنسي القبض على بلاتيني بسبب مونديال 2022. ليفربول يقترب من امبابي ونيمار على بعد خطوة من برشلونة. طبعا دوري ابطال افريقيا مش دوري ابطال اوروبا، ده فيما يتعلق بخبر الاهلي والزمالك وترشيح اتحاد الكره بشان الفرقتين دول او الناديين دول وبطولات الافريقيه بشكل عام، وده خبر هيكون لاحق خلال حلقه النهارده هنتكلم فيه بالتفاصيل. يا ريت طبعا اهلي وزمالك يشاركوا في دوري ابطال اوروبا، اي حد يتمنى كده. المهم النهارده في كلام كتير جدا عايزين نتكلم فيه، لكن بالتحديد جزئيه مهمه قوي عايزين نتكلم عنها ودي بتخص الكره المصريه بشكل عام وبتتعلق بالبنية التحتية للملاعب المصرية. وفي الحقيقة كل اللي شاف الصور وتابع الصور الخاصة بالاستادات اللي هتستضيف ست ملاعب هتستضيف بطولة الأمم الأفريقية جاله حالة من السعادة والفرح الكبيرة جدا كل من تابع هذه الصور وكل من تابع هذه اللقطات الخاصة بالاستادات. شيء مفرح جدا وشكل أكثر من رائع أن أنت بتشوف استاد القاهرة مثلا بالشكل اللي في الصور اللي احنا ممكن نكون شفناه وهنشوفها مع حضراتكم أكيد دلوقتي، منظر أكثر من رائع سواء فيما يتعلق بالمدرجات ومقاعد الخاصة بالجماهير وأيضا فيما يتعلق بأرضية الملعب. ده استاد القاهرة قدامك اهو، أرضية الملعب شكل يعني أكثر من رائع من اللي بتشوفه كده في أوروبا، من الحاجات اللي أنت بتشوفها كده في أوروبا والماتشات بتاعت الشامبيونز ليج والبطولات الأوروبية الكبيرة بتشوف الملاعب بالشكل ده. أه فعلا والله بتشوف الملاعب بالشكل الرائع ده والنجيلة بتبقى بالمنظر الجميل ده. وهنا الإشادة، كل الإشادة بكل المسؤولين عن تطوير استاد القاهرة الدولي، سواء اللواء علي درويش المدير أو رئيس هيئة استاد القاهرة، اللجنة المنظمة برئاسة الكابتن محمد فضل، اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، أيضا كمان عندك كل المسؤولين في الدولة اللي اهتموا جدا جدا بتطوير المنشآت والبنية التحتية استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية. دي مناظر او دي صور للملاعب اللي هتستضيف بطوله الامم الافريقيه. شفنا استاد القاهره هتلاقي استاد اسماعيليه كمان بشكل جميل جدا، استاد الدفاع الجوي شكله اكثر من رائع، استاد السلام كمان مميز جدا، استاد الاسكندريه شكله جيد جدا جدا جدا، واستاد السويس كمان حاجه مفرحه قوي. فبالتالي شيء يدعو للفخر وشيء يدعو للسعاده
وشيء ايضا مبشر لايه بقى؟ لما بعد بطوله الامم الافريقيه. الاهم ان شاء الله باذن الله البطوله تخلص بالشكل اللي بنتمناه كلنا، وبالناحيه التنظيميه يبقى شكل اكثر من رائع، وناحيه المباريات من الناحيه الفنيه كمان تبقى جميله جدا، ويكون في متعه للجمهور المصري، والهدف الاساسي ان شاء الله ان المنتخب يحقق البطوله. يا رب باذن الله الفتره دي او الشهر ده كله يعدي ايه بكل المصريين بيتمنوه. لكن الاهم بقى ان شاء الله باذن الله فيما بعد بطوله الامم الافريقيه ان البنيه التحتيه والملاعب كلها تكون بالمنظر اللي احنا بنشوفه دلوقتي، تستمر بهذا الشكل الجيد جدا. ليه؟ لان ده هيعود بالنفع على مباريات البطولات المحليه، دوري، كاس، ايا كان في الموسم الجديد، وبالتالي هتشوف اداء اكثر من رائع من اللاعبين. هتقول لي ايه دخل اللاعبين في موضوع النجيله والاستاد وكلام من ده؟ لا، اللاعب لما يلاقي ارضيه ملعب كويسه هيتالق بشكل اكبر، هيكون عنده اريحيه اكتر في المراوغه، عنده اريحيه اكتر في الباص، في التسديد، كلها امور بتساعد اللاعبين على اداء شكل جيد وعلى الاثاره كمان في المباريات، انك تقعد تتمتع، شايف ملعب كويس، شايف جمهور حاضر ان شاء الله باذن الله كمان بعد بطوله الامم الافريقيه، شايف كمان تالق اللاعبين، وشايف مباريات كويسه جدا من الناحيه الفنيه، فبالتالي انت هتتمتع كمشاهد، كمشجع لفريقك، كمنتمي للنادي اللي بتشجعه. فدي كلها امور مهمه قوي، نتمنى الاستمراريه، واحنا بنحاول ننوه على الجزئيه دي بالتحديد، ان لازم يكون في استمراريه بالشكل الرائع اللي احنا شايفينه ده فيما يتعلق بكل الملاعب في مصر. انت الفتره اللي فاتت كنت بتلعب في بطوله الدوري وبطولات المحليه على استاد برج العرب بس، عشان كنت بتجهز الاستادات دي، فبالتالي ملعب برج العرب كان سيء قوي، شفنا بالتحديد يعني مباراه الاهلي والزمالك، مباراه القمه واللي بيشوفها العالم كله، كان المنظر سيء قوي قوي، سواء ارضيه ملعب وكمان المناخ ساعتها، دي حاجه خارج عن الاراده، لكن المناخ اثر بشكل اكبر والامطار وكده اثر بشكل اكبر جدا في ارضيه الملعب، بالتالي شفنا مباراه سيئه قوي ما بين الاهلي والزمالك، في نفس الوقت اللي انت كنت متوقع تشوف احسن مباراه للناديين على مدار التاريخ في ظل الامكانيات القويه جدا عند الفرقتين. فكان غصب عنا ملعب واحد بيتلعب عليه كل الماتشات تقريبا يعني، واجهاد كبير جدا لارضيه الملعب، فبالتالي بتلاقي حفر كثيره في الملعب، فبالتالي ما تلاقيش الشكل اللي انت عايزه. فدلوقتي في فرصه كويسه قوي قوي عند المسؤولين عن الكره في مصر، انك ان شاء الله بعد البطوله تبتدي بقى توزع المباريات في الموسم الجديد على الملاعب كلها، تبتدي تشوف الملاعب المقفوله دلوقتي ممكن خلال بطوله الامم الافريقيه لو في مقدره على كده، واكيد في الامكانيات الكافيه ان انت تعمل ده، تحاول تعلي من مستوى هذه الملاعب اللي مش هتستخدم في بطوله الامم الافريقيه، تجهزها عشان يبقى عندك عدد كافي جدا من الملاعب، فبالتالي ضغط المباريات على الملاعب يكون قليل، فبالتالي المباريات تفضل، او عفوا الملاعب تفضل بالشكل اللي احنا بنشوفه دلوقتي واللي هنشوفه ان شاء الله في بطوله الامم الافريقيه. فلما تفضل بالشكل ده هتضمن مستوى جيد ومظهر جيد للنجيله الخاصه بكل ملعب، ومظهر جيد ومستوى جيد للاعبين، واثاره كبيره جدا جدا للمباريات. فدي جزئيه في الحقيقه مهمه قوي حبينا نبتدي مع حضراتكم بيها حلقه النهارده، عشان ان شاء الله باذن الله المسؤولين على الكره في مصر يكونوا مهتمين بيها، وانا اعتقد ان هم اكيد مهتمين بالجزئيه دي، وبتحديد بقى استاد القاهره. مش عايزين بعد بطوله الامم الافريقيه ما خلص يقول ايه بقى الاستاد مغلق عشان اعمال الصيانه الخاصه بالاستاد بسبب بطوله الامم الافريقيه، ومش عارف ايه الدنيا عايزه تتظبط، ولسه ونلاقي بقى مفيش مباريات خالص على استاد القاهره. المباريات على استاد القاهره بيبقى ليها طعم ومذاق مختلف، سواء للاهلي او للزمالك او لمنتخب مصر. الفترات اللي فاتت كلها نشوف اهلي والزمالك ومنتخب مصر بيلعبوا ماتشاتهم الدوليه على استاد الجيش ببرج العرب، استاد طبعا الناس تشكر جدا في استضافه هذه المباريات، لكن غصب عنهم الاستاد بيجهد وارضيه الملعب بتجهد، فبتلاقي المستوى اللي انت ما تتمناهوش يعني، او اللي انت نفسك تشوفه مش هتلاقيه من اداء ومباريات ونتائج كمان، لان ارضيه الملعب بتؤثر بشكل كبير جدا على النتائج الخاصه بالمباريات. فنامل بشكل كبير جدا، ده عشان كبير قوي قوي في المسؤولين عن الرياضه في مصر والمسؤولين على كرة القدم في مصر، ان هم يحافظوا على المظهر الرائع للاستادات اللي باذن الله هنشوفه، واللي احنا فرحانين قوي بصراحه بتجهيز هذه الاستادات بالمظهر ده، ان شاء الله باذن الله متعشمين فيهم ان هم يحافظوا على هذا المظهر ويطوروه اكتر واكتر، ويخلوا الملاعب الاخرى على نفس المستوى ده، عشان نشوف بقى بطولة دوري جديد وبطولة كاس مصر جديدة ومسابقات أفريقية يشارك فيها الأندية المصرية بشكل مميز جدا، ونشوف مباريات كويسة قوي ونتمتع بشكل أكبر، وكل ده كل ده هيكون في صالح الكرة المصرية وفي صالح كمان المنتخب الوطني المصري، لأن كمان أرضية الملعب لما تكون كويسة بتحمي اللاعبين من الإصابة. شفنا لعيب مثلا زي محمد محمود لاعب النادي الأهلي، الراجل يعني حظه وحش جدا،
جه انضم النادي الاهلي في يناير، لعب جزء من مباراه بيراميدز كده في الشوط الثاني دقايق صغيره قوي، وبعد كده رحنا الماتش اللي بعديه مع سموحه في استاد الجيش برج العرب بسبب سوء ارضيه الملعب وتدخل قوي شويه من لاعب سموحه، جاله قطع في الرباط الصليبي بناء عليه بيغيب حوالي 8 9 شهور عن الملاعب، وموهبه كبيره جدا محمد محمود. اصابته كانت بسبب ايه؟ بسبب سوء ارضيه الملعب. سوء ارضيه الملعب جت منين؟ من كتر المباريات اللي بتتلعب على استاد الجيش في برج العرب. فكمان انت لما تهتم بالبنيه التحتيه وتهتم بالنجيل الخاص بالملاعب مش هيكون في اي اصابات. وارد طبعا الاصابات تكون موجوده حتى لو النجيله كويسه، بس بتتفاداها بنسبه ما، وده الاهم. اعمل اللي عليك والاقدار دي بتاعت ربنا. وارد ان لعيب بيكون ماشي في الشارع عادي ما بيلعبش كوره اصلا ويتصاب، ده شيء وارد يعني، كلها اقدار بتاعت ربنا. لكن انت بتحاول تاخد بالاسباب، بتحاول كمان ان انت تتفادى اي اخطاء ممكن تقع فيها، وكمان اصابات ممكن يتعرض ليها اللاعبين المصريين. فان شاء الله ان شاء الله هنشوف الاستادات كلها مظهر كويس قوي، وان شاء الله الاستادات دي تستمر بالاضافه للاستادات الاخرى في هذا المظهر، ويكونوا لائقين لاستضافه اي مباراه في اي توقيت لأي فريق ومنتخبات المصرية في الدوري المصري بشكل عام. طيب دي جزئية كانت مهمة حبينا نتكلم فيها في البداية. من ضمن برضو الأمور الهامة جدا هي بطولة ساتوك للأيتام، والبطولة في هذه اللحظات أنا بتكلم مع حضراتكم كده بتقام في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، بالتحديد في صالة الشهداء في النادي الأهلي. بطولة مهمة جدا وجانب إنساني مهم جدا بيقوم به النادي الأهلي بعد توقيع اتفاقية مع شيخ الثاني طبعا المسؤول عن هذه البطولة، وتنسيق كان أكثر من رائع، دور مجتمعي جيد جدا جدا بيقوم به النادي الأهلي. دي لقطات للنجوم الكبار اللي هيحضروا البطولة دي، ده نونو جوميز مع كابتن أحمد شوبيش وكابتن أسامة حسن طبعا، دول في غرف الملابس الخاصة بالنادي الأهلي، مش باستاد مختار التتش لا، بمقر النادي وبالأعضاء في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. بتشوف نجوم كبار جدا، نونو جوميز نجم كبير جدا جدا في المنتخب البرتغالي السابق، كمان كابتن محمد فاروق نجم النادي الاهلي السابق، والكابتن الكبير جدا طبعا كابتن احمد شوبير نجم نجوم النادي الاهلي السابق. مشاركه عدد كبير جدا من النجوم في هذه المناسبه، بالتحديد مش الاهلاويه بس كمان، لا انت عندك زملكاويه ونجوم كبار في نادي الزمالك شاركوا في هذه المناسبه، ومن خلال اللقطات اللي احنا بنشوفها مع حضراتكم يعني عندك مثلا كابتن اسامه نبيه كان موجود، كابتن طارق يحيى اهو زي ما حضراتكم شايفينه على الشاشه ونجم كبير جدا من نجوم نادي الزمالك موجود. فبالتالي هنا ده بيعكس الروح الرياضيه الكبيره ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك ونجوم النادي الاهلي ونجوم نادي الزمالك. وادي الكابتن كمان وليد صلاح الدين كابتن الكبير، كابتن خالد بيبو، يعني في الحقيقه منظر اكثر من رائع، كابتن ربيع ياسين برضه عشان ما ننساش حد. الجميل بقى في اللقطات اللي فاتت دي، بص ارجع دي، كابتن اسامه نبيه لابس تيشرت عليه شعار النادي الاهلي، كابتن اسامه نبيه ده نجم كبير جدا من نجوم نادي الزمالك، كابتن طارق يحيى أيقونة الزملكاوية والناس في نادي الزمالك بيحبوه جدا، لابس تيشيرت عليه شعار النادي الأهلي، فدي رسالة بشكل أو بآخر لنبذ التعصب ما بين الناديين. أهي بص الصورة دي، دي لقطة مهمة أوي بصراحة، دي لقطة مهمة جدا ان هم متواجدين في مقر النادي الأهلي في الجزيرة، ان هم بيشاركوا في حدث زي ده وبيحملوا شعار النادي الأهلي. وفي الحقيقه اللقطات دي جايه في وقت مناسب جدا وملائم جدا قبل انطلاق بطوله مهمه قوي هي بطوله الامم الافريقيه، واللي كلنا فيها بنساند المنتخب الوطني المصري، وبالتالي كلنا بنتوحد خلف المنتخب الوطني المصري، وده هدف اساسي ورساله مهمه قوي من اللقطات اللي احنا بنشوفها حاليا دي. والعلاقات واضح ان هي علاقات قويه جدا جدا ما بين النادي الاهلي وما بين نجوم نادي الزمالك، وده طبعا دور النادي الاهلي اللي احنا دايما بنبقى متعودين عليه سواء فيما يخص البطوله نفسها او كمان فيما يخص بلم الشمل ما بين نجوم النادي الاهلي والزمالك القدامى. وكمان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب اكيد بيقوم بدور اجتماعي وانساني هام جدا، واحد اولويات المجلس في الحقيقه هذه الجوانب الهامه جدا، بخلاف طبعا الجوانب الرياضيه والجوانب الانشائيه وكل الجوانب اللي اكيد النادي الاهلي بيكون مهتم بيها جدا. لكن البطوله دي بالتحديد دي رساله مهمه جدا خدناها من الرياضه بالتحديد، والنادي الاهلي بيقوم بيها وبينفذها بشكل جيد جدا جدا جدا. اكيد بطوله نتمنى نجاحها، والنهارده هيكون في مؤتمر صحفي اكيد بعد فعاليات هذه البطوله، بعد فعاليات التصفيات بالتحديد لشيخ الثاني وكمان الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي.
نروح بقى نشوف ايه اللي اتكتب عن النادي الاهلي في الصحف، واهم حاجه تركز معايا في العناوين كلها واحد واحد كده، لان هيتلاقي فيها تشابهات كتيره قوي وممكن نعلق عليهم مع بعض مره واحده. فركز معايا قوي 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 في كل الاخبار اللي اتكتبت عن النادي الاهلي في الصحف، ويلا نروح نشوفها. الجمهوريه: الاهلي يرحب برحيل ازارو. المسا: ضوء اخضر من الاهلي لرحيل جيرالدو، بيع المهاجم الانجولي مشروط بالحصول على اعلى سعر. اليوم السابع: الاهلي يرصد 25 مليون جنيه لضم طاهر محمد واللاعب مطلوب في المانيا، لجنه التخطيط ترفض رحيل لاجاييه عبد الحفيظ وامير يطيران لاسبانيا ومباراه استعراضيه للايتام في الجزيره. الاخبار المسائي: مدافع الرائد على رادار الاهلي، لجنه التخطيط تفتح الباب امام رحيل ازارو لضم مهاجم بمواصفات خاصه. الشروق: الجونه يطلب تجديد اعاره ثلاثي الاهلي والتعاقد مع بامبو مرهون بموقف رمضان. ركزت؟ خدت بالك؟ شفت الأخبار ماشية إزاي؟ شفت الكلام في كذا جورنال عن النادي الأهلي ورحيل اللاعبين وموافقة النادي الأهلي على رحيل بعض اللاعبين؟ أخبار متشابهة جدا صح؟ والفترة اللي فاتت كنا بنسمع أخبار إيه بقى؟ الأهلي تعاقد مع فلان الفلاني، والأهلي خلص فلان الفلاني، والأهلي في طريقه لإنهاء صفقة المهاجم الفلاني والمدافع ولاعب خط الوسط وكل الأمور دي. بالعقل كده بالمنطق، هو الاهلي عنده فرقه صح؟ الاهلي عنده فريق قوي، محتاج بعض التدعيمات وارد حسب وجهه النظر الخاصه بالنادي الاهلي ومسؤولين عن الكره في النادي الاهلي، لكن هو منطقي ان انت هتمشي كل الفريق وتجيب فريق تاني خالص؟ يعني ده وارد؟ لا طبعا مش وارد. يعني مثلا تلاقي ايه يقول لك الاهلي هيستغنى عن ازارو والاهلي هيستغنى عن اجاييه، كانت نغمه كده من كام يوم، النهارده النغمه الجديده ايه؟ الاهلي هيستغنى عن جيرالدو، وبعد كده يقول لك الاهلي معلول ممكن يجي له عروض مش عارف من البرتغال، وبعدين تلاقي الاهلي هيسيب مثلا محمد نجيب. كلام كتير جدا على لعيبه كتير جدا هتمشي، وكلام كتير قوي قوي على لعيبه كتير جدا هتيجي. مش منطقي خالص ان انت تستغنى عن فريق وتجيب فريق تاني، مش النادي الاهلي اللي بيعمل كده خالص، مش النادي الاهلي بيعمل كده. ناخدها بقى واحده واحده، نبتدي بالجمهوريه. يقول لك ايه؟ الاهلي يرحب برحيل وليد ازارو. ما مش منطقي خالص، يعني طبعا مع احترامنا للي كتب الخبر، انا مش عارف هو مين في الحقيقه، لكن احنا بنحترم طبعا جريده الجمهوريه وبنحترم طبعا كل الصحفيين في جميع الجرايد، واكيد ده دورهم وواجبهم وبيحاولوا يجتهدوا وبيحاولوا ان هم يجيبوا الخبر، وده الدور الطبيعي بتاعهم، واحنا بدورنا هنا بنحاول بقدر المستطاع نقول لكم الحقيقه ايه. الحقيقه فيما يتعلق بوليد ازارو ان مفيش اي جديد في الموضوع ده، وان ما تمش طرح هذا الموضوع اصلا في النادي الاهلي، وحتى لو تم طرحه احنا ما بنتكلمش غير لما حاجه تخرج من النادي الاهلي بشكل رسمي، اي حاجه بتخرج بشكل رسمي احنا نعلنها هنا على طول، لكن كل دي اجتهادات، مفيش اي جديد بخصوص وليد ازارو، الخبر ده مش متاكدين منه اطلاقا، واكيد هيكون في دراسات معينه للجهاز الفني، للجنه التخطيط بالتنسيق مع الجهاز الفني، كابتن محمود الخطيب المشرف العام على كره القدم بالنادي الاهلي، وقرار الانسب والاصلح نادي الاهلي هم هيتخذوه. يروا ما يروه بخصوص هذه الجزئيه بالتحديد وبخصوص الصفقات وانتقالات اللاعبين ورحيل بعض اللاعبين وكلام من ده، لكن انا حبيت اقول لحضراتكم ايه؟ ان بيبقى في فتره كده كلام على لعيب معين، وكان اجاييه الفتره اللي فاتت، الفتره دي الكلام على ازارو، الفتره الجايه هيكون الكلام على جيرالدو، وبعد كده الفتره اللي بعديها هيكون على علي معلول. وكلام بيبقى كتير بالتحديد فيما يخص الاجانب، لان بيقول لك ايه الاهلي ممكن يكون بيتفاوض مع لعيب اجنبي اخر او لاعبين اجنبيين اخرين، فبالتالي الكلام بيفضل كتير في هذه الجزئيه. المسا نفس الموضوع بقى، وفيما يخص كمان ايه جيرالدو، بيقول لك بيع المهاجم الانجولي مشروط بالحصول على اعلى سعر، وان خلاص النادي الاهلي اعطى الضوء الاخضر، خبر لم نتاكد منه على الاطلاق، وخبر متروك برضه لاداره النادي الاهلي ومسؤولين على كره القدم في النادي الاهلي. ما عندناش تعليق بصراحه عن الاخبار دي خالص، لان هي اخبار بدورها ممكن يكون في جدل كتير عند جمهور النادي الاهلي، وكلام كتير بالتحديد في الفتره دي
اللي بيكون طبعا كل بيتمنى فيها التعاقد مع لاعبين اخرين، والبعض يقول لك ممكن اللاعب ده مش محتاجينه في النادي الاهلي دلوقتي، ودي وجهه نظر الجماهير، لكن في الاخر وجهه النظر الاولى والاخيره الخاصه بالمسؤولين في النادي الاهلي عن الكره بالتحديد. لكن كل صحفي بيحاول يجتهد، وده دور وده شغله، واحنا بنحترمه ونقدرهم بكل تاكيد يعني. لكن الكلام ده واي خبر حقيقي هيكون من خلال النادي الاهلي بشكل رسمي جدا، سواء في التعاقد او في الاستغناء، في انضمام لعيب او ترك لعيب. فبرضو دي جزئيه مهمه حبينا نرد على حضراتكم عليها. اتكلمنا على وليد ازارو، اتكلمنا على جيرالدو. عندك بقى الخبر الجاي من يوم السابع بيقول لك ان الاهلي بيرصد 25 مليون جنيه لانضمام طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب. برضو مفيش اي شيء رسمي خرج عن النادي الاهلي بخصوص طاهر محمد طاهر. مفيش اي خبر رسمي خرج من النادي الاهلي بخصوص طاهر محمد طاهر. ولما النادي الاهلي يكون بيتفاوض مع حد مش هنقدر ناكد غير لما يكون بشكل رسمي. هو ده دورنا وده واجبنا كمنفذ اساسي من منافذ الاعلان عن الاخبار الرسميه للنادي الاهلي. لكن اللي احنا نقدر ناكده ان النادي الاهلي اكيد مهتم ببعض اللاعبين بدون ذكر اسماء، وان النادي الاهلي اكيد هيكون في اتجاه الاستغناء عن بعض اللاعبين بدون ذكر اسماء، وده شيء طبيعي جدا، ودي سنه الحياه، وده اللي بيحصل في كل فتره انتقالات، ده طبيعي جدا. بتحاول ان انت تدور على افضل سكواد للفريق بتاعك، افضل اللاعبين، تفاوض افضل لاعب ممكن يفيد الفريق في المركز الفلاني مثلا، تستغنى عن لعيب ممكن ما تكونش محتاجه قوي، تطلع لعيب اعاره، وده ملف اخر برده الكلام فيه كتير جدا. فكلها امور متروكه للمسؤولين عن الكره في النادي الاهلي، هم اللي بيختاروا وهم اللي بيشوفوا الانسب والاصلح للنادي الاهلي وهيعملوه، ده شيء مؤكد جدا. احنا دورنا هنا ايه؟ ان احنا بنعرض الاخبار دي على حضراتكم، وناكد ان حضراتكم ان مفيش اي حاجه رسمي خرجت من النادي الاهلي، لكن تاكد يوم ما يكون في حاجه رسمي اكيد هنقولها لكم هنا من خلال شاشه قناه الاهلي واحدى البرامج اللي بتطلع شاشه قناه النادي الاهلي، سواء برنامجنا او البرنامج اللي بعدينا او اللي بعده. لو في النادي الاهلي استغنى عن اي حد بشكل رسمي، طبعا بعد الموقع الرسمي للنادي الاهلي اكيد هيعلن، وبعد كده احنا نروح ايه نعلن بالشكل الرسمي، وده طبيعي جدا ان احنا لازم نعلن عن كل شيء يخص النادي الاهلي في اطاره الرسمي فقط، في اطاره الرسمي فقط. نفس سياق الخبر بتاع اليوم السابع، لجنه التخطيط بترفض رحيل اجاييه بعد ما كان وافقوا على رحيل جونيور اجاييه، تضارب كتير جدا في الاخبار، وبرضه هم حقهم ان هم يجتهدوا، لكن احنا حقنا برضه ان احنا نوضح لحضراتكم الحقيقه والامور تبقى ماشيه ازاي، والسيستم في النادي الاهلي اللي اكيد حضراتكم كلكم حافظينه بشكل كبير جدا. جزء اخر من هذا الخبر برضه وهو خاص بجريده اليوم السابع، هو فيما يتعلق بالكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، والكابتن امير توفيق مدير اداره التسويق والتعاقدات بالنادي الاهلي. هم خلاص وصلوا لاسبانيا من شويه وبيحضروا لمعسكر النادي الاهلي. ازاي بيحضروا؟ كابتن سيد عبد الحفيظ بيبص على الملاعب الافضل، طبعا الملاعب هناك كلها كويسه في اسبانيا في الحقيقه يعني اكيد، بس الافضل من ناحيه ايه؟ من ناحيه القرب لمقر الاقامه، بيختار طبعا مقر الاقامه الاول، المقر يكون في منطقه هاديه ما فيش فيها اي ازعاج، ما فيش فيها اي دوشه، اي امور بشانها تشتت اذهان اللاعبين. ليه؟ لان انت في معسكر اعداد لموسم جديد، ولازم يكون معسكر اعداد جيد جدا، ولازم يكون معسكر اعداد من خلاله تقدر ان انت تعمل موسم رائع. نتمنى في الحقيقه موسم استثنائي واسطوري، بلاش كلمه استثنائي دي، خليه موسم اسطوري للنادي الاهلي باذن الله الموسم الجديد، في حصد كل الالقاب اللي هيشارك فيها باذن الله. واملنا كبير جدا في مجلس اداره النادي الاهلي ولاعبين النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي. فالكابتن سيد والكابتن امير بيعملوا ايه؟ بيروحوا يبصوا على مقر الاقامه الانسب، يشوفوه، يختاروا، بيبصوا على كذا واحد الاول، بعد كده يختاروا الانسب، ويكون قريب من ملعب للتدريب، يكون في منطقه بعيده شويه. يعني السنة اللي فاتت مثلا كان في معسكر النادي الأهلي في كرواتيا، في منطقة كانت بعيدة جدا عن العاصمة، ومنطقة تعتبر منعزلة، أنت بس قريب من الملعب، مقر إقامة، في كل التجهيزات سواء من ناحية الجيمنيزيوم أو من ناحية كل الأمور اللي ممكن يكون محتاجة لعيبة كرة القدم، الجاكوزي وكل الكلام دي، عمليات الاستشفاء بالتحديد يعني. فبالتالي كان معسكر مناسب قوي، معسكر كرواتيا السنه اللي فاتت، اعتقد باذن الله باذن الله واحنا سامعين ومتاكدين من الكلام ده ان معسكر السنه دي هيكون اكثر من رائع، بعد طبعا زياره الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن امير توفيق واطلاعهم بكل ما هو يخص النادي الاهلي سواء كبيره او صغيره في هذا المعسكر، واكيد هيشوفوا معسكر او هيختاروا معسكر يكون مناسب جدا للنادي الاهلي، ده اللي احنا متاكدين منه جدا. الاخبار المسائي بتقول
ان مدافع الرائد على رادار الاهلي، المدافع الرائد اللي هو مين؟ اللي هو محمد عطوه، تمام؟ ولجنه التخطيط تفتح الباب امام رحيل ازارو. ما خلاص بقى موضوع ازارو مش هتكلم فيه تاني، انا رديت على حضراتكم وقلت لحضراتكم بخصوص موضوع ازارو وان الامور كلها متروكه للمسؤولين في النادي الاهلي، لكن فيما يتعلق بمدافع الرائد ان هو على رادار النادي الاهلي بتحديد محمد عطوه، الناس بتتكلم كتير في الجزئيه دي وبيرشحوا لاعبين، وتلاقي الاخبار والصحفيين بيحاولوا ان هم يجتهدوا بشكل طبيعي، لكن ايضا مفيش اي حاجه رسمي خرجت من النادي الاهلي بخصوص هذا اللاعب حتى هذه اللحظه اللي انا بتكلم مع حضراتكم فيها. نروح للشروق، الشروق بتتكلم على ان الجونة بيطلب تجديد اعاره ثلاثي الاهلي، قصدهم على مين في متن الخبر؟ قصدهم على اكرم توفيق، احمد ياسر ريان، واحمد حمدي. ان نادي الجونة بالتحديد متمسك بالثلاثي ده ويتمنى ان هو يستمر في نادي الجونة الموسم القادم في بطوله الدوري. فبرضه القرار متروك للنادي الاهلي، لكن بالتحديد فيما يتعلق بملف الاعارات اكيد ملف هيتم البت فيه لاحقا. ليه؟ لان اللاعبين دول اصلا لسه عندهم مباراه اخرى في بطوله الدوري مع نادي الزمالك بعد انتهاء بطوله الامم الافريقيه. الجهاز الفني بيقعد في الاخر كده ويدرس الموقف، انا محتاج لمين مش محتاج لمين من المعارين، لو محتاج لواحد او اثنين او ثلاثه ايا كان العدد مين يعني، هقول لهم يا جماعه لا، كمدير فني يعني هيقول ايه؟ يا جماعه لا انا عايز دول. طيب في المقابل دول سيبوهم شويه ياخدوا خبرات زياده تفيدني بعد كده في بطوله الدوري او في البطولات اللي مشارك فيها بشكل عام. فكلها حسب الرؤيه الخاصه بمستر مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي، لكن وارد ان الجونه يطلب، يعني عنده لاعبين مميزين جدا من صفوف النادي الاهلي طبيعي، اي لاعب يكون متواجد في قائمه النادي الاهلي سواء متواجد بشكل اساسي بشكل احتياطي معار، كل اللاعبين دول في الحقيقه بكواليتي عالي جدا جدا يعني، واي نادي يتمنى التعاقد معاهم. فهنشوف الفترة الجاية الأمور هتبقى ماشية إزاي. أخبار الأهلي في المواقع إيه؟ خلينا نروح نشوف. فيتو عبد الحفيظ يتوجه إلى إسبانيا اليوم لمعاينة معسكر الأهلي. اليوم السابع جلسة في لندن تحسم مصير رمضان صبحي في الأهلي. سوبر كورة، لجنة التخطيط بالأهلي تؤكد رفضها لرحيل جونيور أجايي. الوطن سبورت، اتجاه في الأهلي لمد إعارة سباعي الجونة. الفجر، 30 مليون جنيه تنقل نجم المقاولون العرب للأهلي. الأهلي يحصل على توقيع ديبالا، ده من سبورت 360. بوابة الأهرام، جيرالدو انتظر دعم جماهير الأهلي في بطولة أمم أفريقيا. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، الأهلي يستضيف اليوم تصفيات كأس العالم للأيتام. اخبار كلها متشابهه واحنا لازم نعرض لكم كل الاخبار في الحقيقه، فخلينا نبتدي بفيتو اللي بتقول ان كابتن سعد عبد الحفيظ بيتوجه لاسبانيا عشان المعسكر. دي جزئيه خلاص احنا اتكلمنا فيها، واللي اقدر اكده واعيده على حضراتكم تاني ان احنا هنشوف، مش هنشوف بقى، اللاعبين هيشوفوا معسكر اكثر من رائع بدوره يجهزهم بالشكل المناسب والملائم لموسم قوي جدا جدا مليء بالتحديات الكثيره جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي. وجمهور النادي الاهلي دايما باش، جمهور النادي الاهلي هدفه الاساسي ايه؟ هو الفوز باي لقب الفريق بياخده او اي بطوله الفريق بياخدها، جمهور النادي الاهلي بيبقى مستني البطوله، ما فيش خيار اخر يعني. واللاعبين مدركين الجزئيه دي كويس قوي، والجهاز الفني مدرك الجزئيه دي كويس قوي، ومجلس الاداره عارف كده كويس جدا بشكل بديهي يعني، والكل بيعكف على بدايه موسم وإنهاء موسم بشكل أكثر من رائع بما يرضي طموحات جماهير النادي الأهلي في كل مكان اللي متشوقين جدا لعدد كبير قوي 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 من البطولات بإذن الله هيحصل السنة دي. اليوم السابع فيما يتعلق برمضان صبحي، جلسة في لندن تحسم مصير رمضان صبحي في الأهلي، وإحنا بنحاول نجيب الكابتن الأستاذ نادر شوقي وكيل رمضان صبحي عشان نعرف الخبر ده، وبنحاول نوصل له على الهاتف، وأي وقت هيوصل لنا أو هيدخل معنا على الهاتف أكيد هنتواصل معاه نسأله على السؤال ده. لكن رسميا مفيش اي جديد بيخرج عن النادي الاهلي حتى الان بخصوص رمضان صبحي.
الايام القادمه قد تحمل جديد، قد وارد، بس لما هيكون في جديد هيتم الاعلان عنه بشكل رسمي. سوبر كوره، لجنه التخطيط بالاهلي تؤكد رفضها لرحيل جونيور اجاي امبارح واول امبارح او من ثلاث ايام كمان، او يا سيدي خليها الاسبوع اللي فات، كان الكلام كله عن الاهلي هيدرس العروض اللي هتيجي لجونيور اجاي، وان في عرض برتغالي جاي للاعب والاهلي ممكن يوافق، لان الاهلي بيجيب مهاجم قوي والاهلي بيجيب كذا وبيجيب كذا. النهارده الاخبار مختلفه، ان لجنه التخطيط بترفض رحيل جونيور اجاي، وان في تمسك من مستر لاسارتي باللاعب. طبعا جونيور اجاي لعيب كبير جدا، لكن مفيش اي جديد بخصوص هذا الموضوع حتى الان، وطبعا مفيش جديد، يبقى اللاعبين دول اكيد مكملين لحد دلوقتي لحد اللحظه دي في النادي الاهلي متواجدين. مفيش اي كلام خالص بشكل رسمي فيما يخص هؤلاء اللاعبين اللي احنا بنقول اساميهم على مدار الحلقه كلها في الحقيقه. تمام. الوطن سبورت، اتجاه في الاهلي لمد اعاره سباعي الجونه. سباعي الجونه اللي هم مين؟ عندك احمد ياسر ريان، عندك احمد حمدي، عندك اكرم توفيق، محمود الجزار، عمر رضوان حارس المرمى، اسلام جابر، وعمر السعداوي. عدد كبير من اللاعبين معارين في الجونه في الحقيقه، وفي تعاون كبير جدا ما بين الاهلي ونادي الجونه، ونادي الجونه طبعا مسؤولين فيه ناس محترمين جدا ومحترفين كمان جدا. البت في ملف الاعارات هيكون في وقت لاحق بالنسبه للجهاز الفني للنادي الاهلي، لما كل المعارين يعودوا للتدريبات. في البعض عاد وهيشارك في التدريبات مع النادي الاهلي بدايه من فتره التحضير وفتره الاعداد للموسم الجديد، دي اللي اعارتهم ممكن تكون انتهت. اي حد ما عدا السباعي دول واثنين بتوع سموحه هيكونوا متواجدين بدايه من التدريبات يوم السبت. فيما عدا ذلك بتوع الجونه وسموحه، بتوع الجونه هيخلصوا ماتش الزمالك وينضموا للنادي الاهلي، وبعد كده يتم البت في ملف الاعارات الخاص بيهم، هل هيكملوا في الجونه، هل هيروحوا نادي اخر، هل هيبقوا في النادي الاهلي، ده امر متروك للجهاز الفني. وفيما يتعلق بتوع سموحه بعيد وزيد على حضراتكم، عندنا كريم يحيى وعندنا عمرو بركات لاعبي النادي الاهلي معارين لسموحه، سنه ونص عدى منها، نص ناقص سنه، فمش ما يحقلهمش خالص ان هم يرجعوا النادي الاهلي الفتره الحاليه. الفجر والكلام على طاهر محمد طاهر برضو، والنقطه دي احنا اتكلمنا فيها خلاص، وان الاهلي 30 مليون جنيه هي اللي هتحسم الصفقه، في المقابل ناس كتير بتقول ان نادي الزمالك دخل في الصفقه، اصلا ما فيش اعلان رسمي من النادي الاهلي بان هو دخل في مفاوضات مع طاهر محمد طاهر حتى هذه اللحظه، واكيد لما هيكون في مفاوضات ممكن يكون في مفاوضات غير معلنه ما نعرفش، لكن لما يكون في انهاء للامور بشكل رسمي هيتم الاعلان عنه بشكل بديهي جدا. في بقى لعيب اسمه محمود فهمي ملقب ديبالا، والخبر ده بالتحديد من سبورت 360، وناس كتير جدا بتسال عن حقيقه توقيع هذا اللاعب للنادي الاهلي، وحقيقه ان المفاوضات خلصت وان اللاعب انضم رسميا للنادي الاهلي، لان احنا شفنا امبارح ناس كتير قوي قوي بتتكلم على الموضوع ده، وناس اعلنت خلاص ان اللاعب مضى للنادي الاهلي وانضم للنادي الاهلي. مفيش الكلام ده خالص يا جماعه لحد دلوقتي. مفيش الكلام ده خالص لحد دلوقتي. اللاعب ما مضاش للاهلي، هو لعيب بيقولوا يعني في نادي النصر وملقب بديبالا. يا ريت طبعا يبقى زي ديبالا، ديبالا لاعب جامد جدا، لاعب اليوفي ومنتخب الارجنتين. ومركزه مهاجم، بيقولوا ان هو مهاجم قوي جدا. لكن موضوع ان هو وقع الاهلي وانضم للنادي الاهلي رسميا، لغايه دلوقتي مفيش الكلام ده خالص خالص، مفيش، ما انضمش للنادي الاهلي. ببساطه جدا، لانه لو انضم للنادي الاهلي كان زمان النادي الاهلي اعلن، لكن النادي الاهلي ما اعلنش. و طبيعي جدا ان طبعا النادي الاهلي ما اعلنش، يبقى هو حتى الان لاعب في نادي النصر، فبالتالي الخبر ده غير صحيح. بوابة الاهرام غير صحيح حتى هذه اللحظه. بوابة الاهرام، جرالدو انتظر دعم جماهير النادي الاهلي في بطوله امم افريقيا، واحنا عارفين طبعا نجمنا نجم النادي الاهلي جرالدو هيشارك مع المنتخب الانجولي في بطوله الامم الافريقيه، اكيد جمهور النادي الاهلي هيدعمه في كل المباريات ما عدا المباريات اللي قد يواجه فيها منتخب مصر طبعا، يعني الدعم الاكبر اكيد لمنتخبنا الوطني، المسانده الاكبر اكيد لمنتخبنا الوطني، ده هدفنا الاساسي كلنا ان المنتخب يكون موفق جدا في البطوله، واي لعيب احنا متعاطفين معاه في اي منتخب اخر مش هنكون متعاطفين معاه اطلاقا اطلاقا وهو بيواجه منتخب مصر، وهنساند كل اللاعبين اللي في منتخب مصر، اهلاويه زملكاويه اسماعيلاويه اي حد هنسنده بشكل كبير جدا، لكن اكيد نتمنى كل التوفيق لجناح مهم جدا في النادي الاهلي هو جيرالدو، لاعب مميز عنده مهارات ممكن ما يكونش ظاهر بالشكل اللي احنا كنا نتمناه وكنا بنتوقعه من جيرالدو، لكن الراجل اكيد بياخد فتره للانسجام وده شيء طبيعي جدا، لكن هو شارك في عدد من المباريات، شارك في عدد كبير من الدقائق، شارك في عدد كبير من الاهداف،
كصانع للأهداف وكمحرز كمان للأهداف، أحرز أكتر من هدف مع النادي الأهلي. فممكن إن شاء الله الموسم الجديد نشوف شكل أفضل بكتير ونسخة أفضل بكتير لجيرالدو لاعب النادي الأهلي الأنجولي، وبإذن الله نشوف النسخة دي كمان في بطولة الأمم الأفريقية في أي مباراة ياخدها فيما عدا مباراته اللي ممكن تكون قدام منتخب مصر بشيء طبيعي وبديهي. دي كانت الأخبار عن النادي الأهلي في الصحف، أبرز بقى الأخبار المحلية والعالمية إيه؟ خلينا نروح نشوف. اليوم السابع، اتحاد الكرة يرشح الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا. سوبر كورة، منتخب مصر يخوض مرانو على استاد الكلية الحربية استعدادا لزيمبابوي. فيتو، شوبير اهتمام الدولة بكأس الأمم يجعلها أعظم بطولة في التاريخ، نتمنى. الوطن سبورت، تفاصيل افتتاح أمم إفريقيا، حكيم يحيي الحفل وأغنية عالمية بثلاث لغات. كورة، وزير الرياضة المصري يقدم وعدا لماني. في الجول، تقرير فرنسي، تحفظ شرطة مكافحة الفساد على بلاتيني بسبب مونديال 2022. سكاي نيوز، ليفربول يقترب من مبابي والدليل ليبرون جيمس. سبورت 360، نيمار يعود إلى برشلونة بصفقة تبادلية ضخمة مع باريس. أهم بقى الأخبار المحلية، وهي في الحقيقة أخبار كلها مهمة جدا، لأن في بعضها بيهم الأهلي بالتحديد وبيخص النادي الأهلي بالتحديد، والبعض الآخر بيخص منتخبنا الوطني بكل تأكيد. خلينا نبتدي من اليوم السابع، واللي بتقول إن اتحاد الكرة بيرشح الأهلي والزمالك للمشاركة في بطولة الدوري أبطال أفريقيا. بيرشحهم إزاي؟ طبيعي جدا، الأهلي مبدئيا مش محتاج ترشيح، خلاص النادي الأهلي ضمن مركز أول في بطولة، أو مش مركز أول يعني إحدى المركزين الأول أو الثاني في بطولة الدوري، ودول اللي بيأهلوا مباشرة لدوري أبطال أفريقيا، وإن شاء الله يكون المركز الأول. تمام. في المقابل الزمالك لسه موقفه ما اتحسمش، ليه؟ لأن حتى هذه اللحظة نادي بيراميدز هو المركز الثاني، وخصوصا نادي الزمالك لسه ليه بعض المباريات المؤجلة، من ضمنها مباراة الأهلي والجونة والإسماعيلي. في حالة إن الزمالك فاز في مباراة وتعادل في مباراة منهم يبقى ضمن الصعود لبطولة دوري أبطال أفريقيا. لكن اتحاد الكرة بيعمل إيه؟ اتحاد الكرة جاله خطاب من الاتحاد الأفريقي، قالوا له إيه؟ الاتحاد الأفريقي قال إيه؟ قال احنا اخرنا يوم 30/6 يا جماعه تقولوا لنا مين الانديه اللي هتشارك في بطوله دوري ابطال افريقيا واللي هتشارك في الكونفدراليه. فبالتالي اتحاد الكره مزنوق في الوقت، ليه؟ لان على كلام اتحاد الكره ان بطوله الدوري هيتم استئنافها بعد انتهاء بطوله الامم الافريقيه. فلما يتم استئنافها هتكون خلاص المده اللي حطها الاتحاد الافريقي لكره القدم بالاعلان من قبل الاتحادات المحليه عن الانديه اللي هتشارك في البطولات الافريقيه هتكون انتهت، تخلص 30 يونيو، والبطوله الدوري زي ما سمعنا كده وشفنا اتحاد الكره اعلن هتخلص يوم 30 يوليو، 30/7، فهيكون عدى شهر كامل. اتحاد الكره بيعمل ايه من دلوقتي؟ بيقول للاتحاد الافريقي عندنا اثنين هيشاركوا في بطوله دوري ابطال افريقيا، اهلي زمالك، وعندنا اثنين هيشاركوا في الكونفدراليه، بيراميدز ومصري البورسعيدي، عشان يضمن الامور. هو اكيد بيتكهن وبيتوقع بشكل كبير، رغم ان ده مش في الكوره يعني، بيتوقع بشكل كبير ان نادي الزمالك اقل حاجه هيحققها في بطوله الدوري هي المركز الثاني، مش هياخد المركز الثالث لان الفرق ما بينه وما بين بيراميدز 3 نقاط ولسه ليه مباريات مؤجله. فطبيعي جدا من وجهه نظر يعني المسؤولين او من اعتقادهم يعني ان الزمالك اكيد هيفوز في مباراه يعني من 3 مباريات، وممكن يتعادل مباراه من 3 مباريات يعني على الاقل تقدير. فمن هنا يعني جت الفكره، ومن هنا تم الاعلان او تم التواصل على حسب طبعا الكتب في الخبر في اليوم السابع، ان خلاص الاتحاد المصري هيبلغ الاتحاد الافريقي للانديه المشاركه في دوري ابطال افريقيا، اهلي زمالك والكونفدراليه بيراميدز والمصري. سوبر كوره، وفيما يتعلق بمنتخب مصر، منتخب مصر يخوض مرانو على استاد الكليه الحربيه استعدادا لزيمبابوي. بالمناسبه استاد الكليه الحربيه ده مش عارف احنا ما بنلعبش عليه ليه مباريات، ممكن يكون في مكان صعب شويه من ناحيه المروريه، وممكن يكون عائق في وصول الجماهير وكلام من ده، رغم ان الفتره اللي فاتت ما كانش فيه جماهير، لكن كان استاد حلو قوي لو افتكر كده في فتره من الفترات في 2004 و5
تقريبا بالتحديد الاهلي والزمالك كانوا بيلعبوا مبارياتهم في الملعب ده، وكان ملعب كويس جدا وارضيه ملعبه الارضيه نفسها كانت جيده جدا يعني شيء بشيء يذكر بخصوص استاد الكوره الحربيه. لكن الاهم بالنسبه لنا المنتخب هيستعد ويبتدي استعداداته في القاهره من خلال استاد الكليه الحربيه في مران هيكون في تمام الساعه 8 مساء. هل ده المران الاول لمنتخب مصر في القاهره؟ لا، كان في مران صباحي في الفندق الخاص ومقر اقامه المنتخب بالتحديد في القاهره، وكان في مران بدني في النادي الصحي داخل مقر الاقامه، ومران بدني ده اكيد كان مهم جدا. على ان يكون مساء في تمام الساعه 8 مساء مران اخر مهم ايضا لمنتخب مصر، وطبيعي ان اي مران خلاص في الفتره دي مهم جدا، مفيش مران اهم من مران تاني، لان انت خلاص بتستعد وفي الامطار الاخيره قبل بدايه بطوله الامم الافريقيه، فبتحاول تستعد بكل قوه وكل ما اوتيت من قوه عشان ان شاء الله تحقق المرجو والاهم وهو الفوز باللقب باذن الله. المنتخب ياخدها خطوه خطوه والبطوله تتحقق ان شاء الله. كابتن شوبير من فيتو بيقول ايه؟ اهتمام الدوله بكاس الامم الافريقيه يجعلها اعظم بطوله في التاريخ. نتمنى في الحقيقه ان تصريح الكابتن احمد شوبير يكون يطبق على ارض الواقع، وباذن الله باذن الله هنشوف بطوله كبيره جدا. واكيد الكابتن احمد شوبير بيتكلم كده ليه؟ لان اهتمام سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه بكل كبيره وصغيره بخصوص ملف البطوله واستعدادات مصر لتنظيم البطوله بدايه، واستعدادات كمان المنتخب الوطني وزيارته للاعبين وزيارته لاستاد القاهره، وكل الامور دي بتعكس مدى اهتمام الدوله. لما تلاقي الرئيس نفسه مهتم بالبطوله وبكل ما يخص هذه البطوله، يبقى الدوله كلها اكيد مهتمه بالبطوله دي بشكل كبير جدا. بالتالي زي ما بيقول كده كابتن احمد شوبير، هنشوف اعظم بطوله في تاريخ امم افريقيا. ده اللي بنتمناه وده اكيد الناس عليه. ليه؟ لان احنا نفسنا ان مصر تظهر بالشكل الافضل على الاطلاق دايما في اي محفل بتشارك فيه مصر، وخصوصا بقى لما تكون كمان انت بتستضيف البطوله، فانت بتحاول توصل رساله للعالم كله على امكانياتك وقدراتك في استضافه هذا الحدث الكبير، وكمان باذن الله توصل رساله للعالم كله بانك عندك منتخب قوي جدا، واحنا عندنا منتخب قوي حتى لو القايمه في البعض بيختلف عنها عليها، لكن منتخب قوي، منتخب قادر باذن الله على تحقيق اللقب. الوطن سبورت تتكلم شويه على تفاصيل افتتاح امم افريقيا، بيقولوا ان حكيم طبعا فنان المصري الشهير هيحيي الحفل واغنيه بثلاث لغات، اغنيه هتكون عالميه. اغنيه خاصه بحفل الافتتاح حتى الان يا جماعه لم يتم اطلاقها رسميا. امبارح لقينا ناس كتير جدا كاتبه في المواقع وفي السوشيال ميديا وكاتبين اسماء الكلمات بتاعه الاغنيه وكلام من ده، لكن النهارده المسؤولين اعلنوا ان الاغنيه ما خرجتش بالشكل الرسمي. في المقابل اكدوا على حسب الخبر ان الاغنيه دي هتكون بثلاث لغات، وهيغنيها من مصر حكيم طبعا الفنان المصري الشهير، وهيغني مطربه من السنغال مطربه شهيره جدا، ومطربه من نيجيريا كمان مطربه ايضا شهيره جدا على حسب المكتوب في متن الخبر. فبالتالي اكيد نتمنى ان حفل الافتتاح يكون جيد. بالمناسبه حفل الافتتاح هيكون 14 دقيقه فقط على ان يبتدي في الساعه 8 مساء، ودخول الجماهير للاستاد حتى الساعه 6، وهيتم اغلاق البوابات الخاصه بالاستاد في تمام الساعه 6 مساء، ومباراه ان شاء الله باذن الله هتكون في تمام الساعه 10 مساء. كل الامور باذن الله باذن الله متاكدين هتظهر بالشكل اللي احنا بنتمناه. كوره، وده خبر كويس جدا ولطيف جدا في الحقيقه، وهو خاص بوزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، واللي زار النهارده الاسماعيليه بالتحديد عشان يطلع على اعمال الاستاد الخاص استاد الاسماعيليه اللي هيستضيف بعض المباريات او مجموعه من المجاميع في بطوله الامم الافريقيه، وبالتالي هناك في معسكر لمنتخب السنغال، بالتالي هو قابل ساديو ماني، وساديو ماني كان لي طلب من محمد صلاح، قال له انا لما اروح مصر عايز اروح ازور واعمل زياره للمسجد الازهر الشريف، ومحمد صلاح وعده ان هو يلبي له الطلب ده، فبالتالي الطلب ده تم نقله لوزير الشباب والرياضه ان هو يشوف كل الامور اللي تسمح بزياره ساديو ماني لمسجد الازهر الشريف. وبالتالي طبعا احنا عارفين ان ماني يعني ديانته مسلم ومتدين جدا كمان في الحقيقه، فالراجل حريص جدا ان هو يزور احد المعالم الاسلاميه الكبيره جدا في الوطن العربي وهو الازهر الشريف. بالمناسبه مجموعه السنغال معهم الجزائر كينيا تنزانيا، وهتكون مجموعه قويه جدا، ودول هيلعبوا في استاد الدفاع الجوي، وساديو ماني مش هيلعب اول مباراه عشان موقوف عنده انذار ثالث في التصفيات تقريبا، فمش هيلعب اول مباراه، لكن هنتمتع بساديو ماني من بدايه من المباراه الثانيه ليهم في المجموعه.
طيب سكاي نيوز بقى، ودي بعض الاخبار العالميه، وبتتكلم في مفاجاه بالنسبه لي انا بالتحديد، يعني حاجه انا بعتقدها ان هي صعبه شويه، فيما يخص مبابي وانضمامه لليفربول. بيقولوا ان الدليل ليبرون جيمس. ليبرون جيمس ده يا جماعه اسطوره كره السله واحد المساهمين في ملكيه نادي ليفربول، وكان في لقطات فيديو وصور اتاخدت لمبابي مع ليبرون جيمس، من خلالها الناس تكهنت بانضمام مبابي لليفربول. في المقابل ان بيقولوا ان في صعوبات شويه في انضمام ريال مبابي لريال مدريد، فلو ما تحققش وانضم ريال مدريد او نجح في انضم مبابي، فبالتالي هتكون وجهه مبابي اللي بيرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان هتكون ليفربول، هتبقى صفقه قويه جدا في الحقيقه ليفربول، وهيشكل رباعي بقى من الثلاثي مع صلاح وماني وفيرمينيو، هتبقى حاجه قويه قوي. لكن اعتقد ان هي صعبه شويه، واعتقد ان ريال مدريد هو الاقرب حتى هذه اللحظه، والايام الجايه هنشوف. لكن اعتقد كمان اللي من المؤكد ان مبابي مش هيكمل في بي اس جي في فرنسا. سبورت 360، وايضا فيما يخص الكره العالميه واخبار ابرز النجوم، وبالتحديد فيما يتعلق بنيمار. نيمار طبعا نجم برشلونه السابق ونجم باريس سان جيرمان الحالي ونجم المنتخب البرازيلي، اللي تعرض لاصابه مؤخرا في مباراه وديه امام قطر على ما اتذكر، وبالتالي مش هيشارك او ما شاركش خلاص في الكوبا امريكا اللي فعالياتها بتجرى خلال الايام الحاليه. فبالتالي كلام كتير جدا على صفقه تبادليه ما بين باريس سان جيرمان وليفربول بتتضمن عوده نيمار لبرشلونه، او عفوا باريس سان جيرمان وبرشلونه، تتضمن عوده نيمار لبرشلونه. في المقابل باريس سان جيرمان تتعاقد مع كوتينيو او راكيتيتش او عثمان ديمبلي او كمان صامويل اوميتيتي، فيعني ممكن واحد فيهم يبقى في الصفقه دي، وفي قابليه عند برشلونه ان هم يحاولوا يرجعوا نيمار اللي سابهم ومشي عن طريق الشرط الجزائي، كان 222 مليون يورو في هذا التوقيت من سنتين بالظبط، كانت صفقه مفاجاه في الحقيقه. هنشوف برضو الايام اللي جايه فيما يتعلق بسوق الانتقالات الصيفيه في كل انحاء العالم، في الحقيقه بيبقى ساخن جدا، ونشوف مفاجات كمان ونشوف صفقات قويه جدا. اخبارنا لسه ما خلصتش، الفقره الجايه واخبار خاصه بالكان وبطوله الامم الافريقيه 2019 وفيما يتعلق بكل المنتخبات اللي هتشارك في هذه البطوله واخر اخبارهم ايه. خلينا نروح نشوف. اخبار الكان، خلينا نبتدي سريعا بصحيفه الصباح التونسيه، واللي قالت تصريحات على لسان ألان جريس مدرب المنتخب التونسي، واللي قال ان تحقيق الفوز في اخر مباراه وديه امام بروندي ده بيدينا دفعه قويه جدا للامام، وبيدينا امال كبيره في المنافسه بكل قوه على بطوله الامم الافريقيه في مصر. وقال ان الفريق او المنتخب بالنسبه له ظهر بمستوى ذهني وفني جيد جدا، وكان قبلها عندهم مباراه كمان مع كرواتيا وقدروا ان هم يفوزوا بنتيجه 2-1 هناك في كرواتيا، فبالتالي واضح كده ان المنتخب التونسي بيستعد ومستعد كمان لبطوله الامم الافريقيه بشكل قوي جدا، واكيد هيكون احد المنافسين الكبار على هذه البطولة. كمان صحيفة البلاد الجزائرية وبتتكلم عن المنتخب الجزائري، وان كمان شهدت الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الجزائري مساء أمس بملاعب الجامعة بالعاصمة القطرية الضحى، مشاركة لاعب خط الوسط آدم والناس، وده لاعب مهم جدا جدا في المنتخب الجزائري، وتعافى بشكل كمان نهائي من الإصابة، وكان عنده إصابة خلال الفترة اللي فاتت. هو لعيب طبعا من ونجم من نجوم نادي نابولي الإيطالي، وعاد للتدريبات مع محاربي الصحراء بشكل طبيعي، وأصبح جاهز لخوض غمار بطولة الأمم الأفريقية خلال الفترة اللي جاية. صحيفة المنتخب المغربي واللي بتقول ان وزاره الخارجيه المغربيه هتهتم جدا جدا بالجماهير المغربيه اللي هتسافر لمصر، وده من خلال التنسيق مع سفاره مملكه المغرب في مصر، وهيكون مخصص 10 افراد او 12 فرد عشان يسهلوا كل الامور وكل العقبات اللي ممكن تواجه المشجعين المغربيين. واحنا في الحقيقه يا جماعه هنا في مصر مسهلين كل حاجه، التنظيم هيكون اكثر من رائع، ما حدش اي حد من اي الجماهير المغربيه او غير مغربيه مش هيلاقوا اي عقبات في طريقهم ان شاء الله، واكيد باذن الله هينبسطوا جدا كالعاده في مصر. لكن هم بيطمنوا طبعا جماهيرهم، ده شيء طبيعي جدا في المغرب او في اي دوله، يعني اكيد بيكون في اهتمام من خلال سفارات الدول دي في مقرها هنا في مصر، واهتمام جدا بالجاليات الخاصه بكل دوله في الدول الافريقيه ان شاء الله. الوطن الموريتانيه وبتتكلم على اسماعيل دياكيتي
وده احد لاعبي منتخب موريتانيا وجناح مهم جدا لمنتخب موريتانيا، وبيقولوا ان العروض بتنهال على جوهره المنتخب الموريتاني. عنده 27 سنه وعنده عروض كتيره جدا في تونس والمغرب والسعوديه والامارات، وده بعد ما انه لعب في موسم اكثر من رائع مع اتحاد تطاوين التونسي وسجل خلال هذا الموسم 9 اهداف. فبالتالي اكيد هيكون في كلام كتير جدا على هذا اللاعب، وهيكون احد نجوم منتخب موريتانيا بالمناسبه في بطوله الامم الافريقيه اللي بيشارك لاول مره في هذه البطوله. وطبيعي ان انت تشوف منتخبات بتشارك لاول مره، لان برضو الاول مره السنه دي او البطوله دي يكون فيها 24 منتخب، قبل كده كان 16، اول مره يكون 24 منتخب. صحيفه كيك اوف الجنوب افريقيه بتتكلم على تصريحات لستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا وعن اسباب عدم تمكن بيريز تاو مهاجم البافانا بافانا من اداء دوره المطلوب في وديه غانا يوم السبت الماضي. اللاعب ده مهاجم، ووديه غانا يوم السبت الماضي كان بيلعب في مركز اخر، ودي تصريحات طبعا ستيوارت باكستر، وقال ان هو لعب في مركز ثاني وانا يعني خليته كجناح شويه عشان اشوف هقدر استفاد منه في المركز ده في بطوله الامم الافريقيه ولا لا، على حسب احتياجاتي. ممكن ما يكونش ظاهر بالمستوى الجيد، لكن انا مقتنع بيه اقتناع تام جدا وهشوف منه اداء انا متوقعه في بطوله الامم الافريقيه، ووارد جدا ان هو يلعب في مركزه كمهاجم، وارد جدا ان انا احتاجه كصانع العاب او حتى كجناح في المنتخب الجنوب افريقي. اخر خبر معانا هو خاص بغانا ومن صحيفه غانا سوكر او موقع غانا سوكر نت، وبيقول تدريبات في حمام السباحه للاعبي غانا مع اقتراب انتهاء استعداداتهم لامم افريقيا، ومنتخب غانا طبعا بيستعد استعدادات جاده جدا جدا لهذه البطوله واللي هتقام في مصر من يوم 21 حتى يوم 19، يوم 21 يونيو حتى يوم 19 يوليو. تمارين خاصه بالمنتخب ده النهارده كانت الصبح وتتضمن بعض التدريبات في حمام السباحه، وهم المفروض ان هم هيتحركوا في طريقهم لمصر يوم الخميس القادم، واول مباراه ليهم هتكون يوم الثلاث القادم ان شاء الله. اكيد اكيد هنشوف بطوله قويه جدا وهتمتع بيها جدا جدا من الناحيه الفنيه، وان شاء الله باذن الله يكون المنتخب المصري هو بطل هذه البطوله للمره الثامنه في تاريخه بعد غياب 4 بطولات عن التتويج. غيبنا 3 بطولات عن المشاركه وبطوله وصلنا للنهائي، ان شاء الله البطوله دي نحقق فيها اللقب ومنتخب يسعد كل الشعب المصري المنتظر هذه البطوله بفارغ الصبر. نروح لفاصل، بعد الفاصل فقره اخيره من حلقه كلام في الميديا النهارده، هينورنا وشرفنا في الاستوديو الاستاذ حسام زايد الناقد الرياضي بجريده الشروق عشان نتكلم في ملفات كتير قوي. استنونا بعد الفاصل. بيشرفني ونورني في الاستوديو الناقد الرياضي الكبير وصديقنا العزيز استاذ حسام زايد الناقد الرياضي بالشروق ونائب رئيس القسم الرياضي بجريده الشروق. يا استاذ حسام منورنا ومشرفنا. اهلا بك امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل الساده مشاهدي قناه النادي الاهلي. اهلا بك منورنا ودايما بنسعد بوجودك معانا. اشكرك اشكرك ربنا يخليك. كلام كتير وملفات كتير جدا عايزين نتكلم فيها، خلينا بالتحديد نبتدي ببطوله ساتوك للايتام ومدى اهميه هذه البطوله من الجانب الاجتماعي والجانب الانساني اللي بيشارك فيه النادي الاهلي واللي هي بتجرى في هذه اللحظات كده. انا بتكلم معاك في النادي الاهلي في الجزيره. تمام، طبعا يعني بطوله ساتوك او دوري ساتوك للايتام طبعا ده بيعكس الدور المجتمعي للرياضه وتحديدا اللي بيقوم به النادي الاهلي باستضافه هذه النسخه من البطوله دي، النسخه رقم 4 اتعملت قبل كده 3 مرات لكن دي اول مره بيستضيفها النادي الاهلي. اعتقد ده رساله مهمه انه الرياضه مش بس لعب وكوره ونجوم وجمهور بيشجع، لا ليها دور مجتمعي ان انت يعني بتدي رساله انه انا موجود في كل النواحي الاجتماعيه، سواء النواحي الخاصه بالنشاط اللي زي كده نشاط الايتام او حتى المرضى او الكلام ده كله، دي رساله مهمه جدا. وشفنا قبل كده كمان اللي كان دوري السفارات في النادي الاهلي، فاعتقد ان دي كلها موضوعات مهمه، لازم الرياضه يكون لها الجانب ده، لازم يكون لها رساله مهمه، والحاجات اللي زي كده بتوصل رساله سريعه باهميه الرياضه وقيمه الرياضه والجانب الانساني والمجتمعي للرياضه، فاعتقد انه
وده موضوع مهم جدا. استضافه النادي الاهلي لدوري ساتوك للايتام مهم جدا، وجود نجوم عالميين زي نجوم زي ما احنا شايفين على الشاشه دلوقتي كده. بالظبط طبعا، دور مهم جدا، ويعني شايفين اسماء كبيره طبعا. يعني رايك كيف اللقطه دي، تواجد كابتن اسامه نبيه، كابتن طارق يحيى، هم رموز نادي الزمالك ولابسين تيشرت عليه شعار النادي الاهلي؟ صحيح. واعتقد جاي في توقيت مهم جدا قبل بطوله الامم الافريقيه، محتاجه اكيد توحد كل الجماهير المصريه ونبذ التعصب في الفتره دي بالتحديد. لا فعلا يعني لقطه رائعه، ولسه بنتكلم على بنقول الجانب الانساني للرياضه. ده التسامح بتاع الرياضه وقيمه الرياضه والاخاء اللي بتوصله الرياضه والصداقه اللي في الرياضه. الناس كلها لازم تعرف انه نجوم الاهلي والزمالك بره الملعب اصحاب وبيسهروا مع بعض واصدقاء، وفي منهم اللي فيه علاقه نسب وقرابه. فبالتالي الامور يعني ابسط من ان احنا نوصل لمرحله التعصب وان احنا نتخانق ونشتم بعض ونزعق ونعمل الكلام ده كله. لا المباراه 90 دقيقه جوه الملعب دي قصه تانية، اكيد فيها تنافس شريف، اكيد كل فريق نفسه. بالتالي لقطه زي دي انا شايف ان وجود الكابتن طارق يحيى والكابتن اسامه نبيه وهم من نجوم نادي الزمالك داخل النادي الاهلي، دي رساله مهمه جدا 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 بتوصل للجمهور المتابع لفريقه انه فعلا الصداقه اهم من اي شيء، والصداقه هي الرساله اللي بتاديها الرياضه في النهايه. طيب ده فيما يخص دوري ساتوك للايتام وهذا الحدث الهام جدا، لكن فيما يتعلق بقى بالفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي، الفتره الجايه هيكون في استعداد قوي لموسم جديد، ومعسكر ان شاء الله باذن الله هيكون مناسب للنادي الاهلي. اهميه المعسكر الخارجي بالنسبه للفريق في الفتره الحاليه واستعدادا ان شاء الله للموسم الجديد. طبعا يعني ده توقيت مهم جدا على الرغم من انه بتقام في بطوله كاس الامم الافريقيه، لكن ما فيش وقت تاني يعني بعد طبعًا. بطوله الامم هتدخل تكمل باقي الموسم اللي فات وتكمل كاس مصر وبعدين مباراه السوبر وبعدين الدوري الموسم الجديد، فبالتالي هو ده الوقت المناسب اللي انت تعمل فيه معسكرك الخارجي. تبدا تستعد بشكل جيد، انت دلوقتي بتستعد لحاجتين، انك تكمل الدوري وتستعد للموسم الجديد. بالزبط. فبالتالي يعني موضوع تكملة الدوري ده لسه حاجة خاصة بمجلس إدارة النادي الأهلي، ما يعني مش عايزين نأكد على حاجة زي كده، احنا لسه مش عارفين قرار ممكن يكون. تمام، لكن ده في النهاية فعلا زي ما بتتكلم انه ده قرار متروك لمجلس الإدارة، لكن انت بتتكلم على كل الظروف، انه سواء المجلس قرر انه الدوري انه هيستكمل الدوري، فبالتالي انت مطالب ان انت تستعد. بالزبط. من دلوقتي، لانه ما فيش اي توقيت تاني، لو تقرر عدم استكمال الدوري فانت مطالب تستعد للموسم الجديد وكاس مصر وخلافه. فاعتقد انه ده توقيت مهم للغايه انه يتم فيه الاستعداد للموسم الجديد. الموسمين مضغوطين جدا جدا جدا، ويعني انا شايف انه كان افضل قرار اتخذ السنه دي من اتحاد الكوره، او يعني هو كان قرار متاخر لكن كان لازم يحصل، انه ما فيش نادي يشارك في بطولتين. بالزبط. سواء بطوله عربيه او افريقيه يختار حاجه منهم، فبالتالي ده مهم جدا انه لا يتكرر اللي حصل في الموسم ده. ممكن ما يتكررش ان شاء الله، اتمنى انه ما يتكررش. الموسم الاستثنائي ده ما يتكررش، لا انا بقول لك هتضعنا اجباريا في موسم استثنائي اخر بالنسبه للكره المصريه. شوف يا امير، في حاجات كتير جدا انت بتفكر فيها بنظره مستقبليه، لكن المهم اتخاذ الخطوات. يعني على سبيل المثال زي موضوع الفار مثلا، احنا بنتكلم انه الفار ده المفروض هيطبق في الموسم الجديد وهي تقنيه الفيديو، لكن هل تم اتخاذ الخطوات الفعليه على ارض الواقع انه تقنيه الفار تطبق؟ لا دلوقتي لا. اعتقد هتيجي مع بدايه الموسم الجديد وتفاجئ بنفس الموضوع انه لا، وانه لسه، وانه في اجهزه، وانه في فلوس، طيب كذا، طب ايه الاليه؟ ما حدش عارف اي حاجه. بمناسبه الفار، هل انت مع اتجاه اللي احنا سمعناه كده من اتحاد الكره ان الانديه تشارك في التكاليف الخاصه باستخدام هذه التقنيه، ولا شايف ان ده حاجه غير منطقيه يعني؟ لا انا شايف انه اتحاد الكوره المفروض يضع دراسه منطقيه للموضوع، في رعاه مع اتحاد الكوره المفروض ان هم يساهموا في الموضوع. اتحاد الكوره عنده الموارد بتاعته، ممكن يعني يستخدم هذه التقنيه، لكن في النهايه في انديه فقيره مش هتقدر تدفع، وخاصه بالزبط. ان انت يعني عايز اقول مش هينفع تقسم بنفس التساوي ما بين الانديه الكبيره والانديه الصغيره، في انديه فقيره حتى ما كانتش قادره تجيب حكام اجانب في مباريات الدوري. فبالتالي الموضوع لازم يكون منطقي الى حد ما، اتحاد الكره لازم يشوف ظروف الانديه كمان بشكل عام مش الانديه الكبيره فقط. لكن في النهايه دورك كاتحاد كره ان انت توفر كل السبل المناسبه لاقامه المباريات في ظروف صحيه وفي ظروف خاليه من اي شبهه وخاليه من اي
يعني كلام وقيل وقال، خاصة أنه خلاص دلوقتي كله بيتابع، كله بيشوف، كله فاهم، وبنعمل مقارنات مع الدوريات الأوروبية. فبالتالي مهم أن أنت يكون ليك دور مهم، خاصة أنه اللي هيحصل في كأس الأمم الأفريقية الأيام اللي جاية لازم نستغله في الدوري، يعني سواء نظام دخول الجماهير، سواء التطبيق الفار من دور الثمانية، سواء النظام البطولة نفسه ازاي الجماهير هتدخل ان شاء الله نتمنى بكل سهولة ويسر. فأتمنى انه ده يكون بداية انه نطبقه في مباريات الموسم الجديد في الدوري. من كل الجوانب، من كل الجوانب لازم نبني على بطولة الأمم الأفريقية. بالظبط. ده هيخلينا احنا نتكلم بالتحديد على ملف بطولة الأمم الأفريقية ومنتخب مصر. قبل ما نتكلم على المنتخب نفسه ومبارياته الودية، كيف يستفيد المصريين او المسؤولين في عن الكره في مصر بالبنيه التحتيه اللي تم تجهيزها بشكل اكثر من رائع استعدادا لهذه البطوله، على ان تستمر فيما بعد هذه البطوله بالشكل المناسب، واللي بالتالي هيؤدي لمباريات بشكل رائع ومتعه عند الجماهير واثاره كبيره جدا من خلال المباريات، وهنشوف عدد كبير جدا من الملاعب المتاحه والمناسبه والملائمه لاستضافه المباريات بشكل عام. ازاي نستفيد من الحدث ده؟ صحيح، يعني زي ما كنا بنتكلم انه الموسم اللي احنا فيه ده من الدوري هو موسم استثنائي. بالظبط. فبطوله الكاس الامم الافريقيه هي بطوله استثنائيه، يعني على مستوى الاستعدادات وعلى مستوى التجهيزات طبعا. وعلى مستوى كل شيء، يعني خلينا نكون صراحه انك تجهز ملاعب وتجهز لبطوله وتختار متطوعين وتدربهم وينزلوا يشتغلوا في المباريات خلال 4 شهور، ده كان قمه التحدي طبعا. يعني كان تحدي ونجحنا فيه في الحقيقه. صحيح. يعني كل اللي كان بيشوف الملاعب في الفتره الاولى يقول مستحيل ان احنا هننتهي من ده خلال 4 شهور، لكن فعلا كل الملاعب السته دلوقتي اصبحت جاهزه تماما وفي افضل صوره، وخاصه استاد القاهره اللي هو الصوره الرئيسيه لمصر. فاستاد القاهره حاجه ان شاء الله هتكون مشرفه للغايه، فيه اهتمام كبير جدا من القياده السياسيه. شفنا ازاي سياده الرئيس موجود في اكثر من جوله تفقديه بشكل مفاجئ كمان، انه بيشوف العمل وصل لفين. فانا شايف انه البطوله ان شاء الله هتعكس صوره مصر الحضاريه في البطوله، رساله رياضيه ورساله سياسيه ورساله اقتصاديه ورساله سياحيه في بطوله كاس الامم الافريقيه 2019. 6 ملاعب، استاد القاهره، الدفاع الجوي، استاد السلام، دول في القاهره. في عندنا استاد اسماعيليه واستاد اسكندريه واستاد السويس. اعتقد ان ال6 ملاعب ان شاء الله هيكونوا يعني في افضل صوره ليهم بدايه من يوم الجمعه افتتاح كاس الامم الافريقيه ان شاء الله. وحشنا جدا استاد القاهره، الصور بصراحه اكثر من رائعه اللي احنا كنا بنشوفها على الشاشه دلوقتي، وفي الحقيقه مظهر اكثر من رائع. ونتمنى استمرار استاد القاهره في استضافه المباريات والمحافل الدوليه والمحليه كمان، سواء اهلي والزمالك هيلعبوا محليا او دوليا كمان او قاريا يعني. صحيح، هو يعني جوهره افريقيا طبعا. هو استاد القاهره، الاستاد التاريخي، الاستاد العريق اللي كان شاهد على الانتصارات الكره المصريه سواء على مستوى المنتخبات الوطنيه او حتى على مستوى الانديه. فان شاء الله نتمنى ان هو يستمر بعد كاس الامم في خدمه مباريات الدوري. واعتقد انه ما تم انجازه في هذا الملعب يليق انه فعلا يكون صوره مشرفه لمصر قدام العالم كله، مش قدام افريقيا فقط ان شاء الله باذن الله. فيما يتعلق بقى بمنتخب مصر والمنتخب نفسه والفريق نفسه واستعداداته لبطوله الامم الافريقيه ومباريتين وديتين سواء امام تنزانيا او امام غينيا، تقييمك اولا للمباراتين دول واداء المنتخب فيهم ايه؟ تقييمي انه مستوى المباراه الثانيه وخاصه الشوط الثاني وتحديدا بعد نزول محمد صلاح كان افضل من المباراه الاولى امام تنزانيا. مباراه تنزانيا الى حد ما كان مستر اجيري بيحاول ان هو يدي فرصه لعدد من اللاعبين اللي هم ما كانوش في الصوره بشكل كبير، يعني حتى زي احمد علي بدا المباراه وده كان اول استدعاء لي مع مستر اجيري. فاعتقد انه كانت لسه بروفا اوليه. المباراه الثانيه الى حد ما شفنا العناصر اللي هي بنسبه كبيره هتكون اساسيه في اول مباراه. شفنا مستوى الى حد ما جيد في الشوط الاول، في اخطاء دفاعيه حتى اتكلم عليها كابتن هاني رمزي انه في بعض الاخطاء الدفاعيه وانه في الى حد ما غياب تركيز ما بين خط الدفاع. فبالتالي كانت يعني مباراه مهمه. بنزول محمد صلاح الموضوع اختلف، الامور اختلفت، حسينا ان في فرق بيصنع الفارق وده شيء اكيد وكلنا منتظرينه طبعا. انا يعني مش مع انه بنتكلم بشيء من السلبيه على انه المنتخب بيعتمد على محمد صلاح، لا انا عندي ورقه رابحه ازاي بستخدمها، ازاي بوظفها، المهم ان انا اعرف استخدمها كويس. بالظبط. فده من حسن حظي وليس ب ب ب يعني وليس شيء انتقد عليه كجهاز فني اعتقد او حتى منتخب مصر. فبالتالي
عايز اقول حاجه مهمه جدا يا امير، انه وقت الانتقاد لاختيارات خلاص عدى. يعني اتكلمنا في البدايه مين كان المفروض يكون موجود ومين المفروض ما كانش يكون موجود. دلوقتي وقت ان احنا نلتف حوالين المنتخب الوطني المصري. في يعني حتى حاجه انا كتبتها عندي على الفيسبوك، قلت احنا دايما في نظره تشاؤميه قبل كل بطوله، قبل 98 اتكلمنا انه لا ده هنخرج من الدور الاول، فرجع منتخبنا بالبطوله وكان العظيم الكابتن محمود الجوهري. 2006 و2008 و2010 مع الكابتن حسن شحاته نفس القصه، مش هنكسب، هنعدي الدور الاول بالعافيه كذا. فبالتالي حتى 2017 في الجابون ما حدش كان يتوقع ان احنا نوصل النهائي، ان احنا نوصل للمباراه النهائيه. فبالتالي طبيعي انه يكون في نظره تشاؤميه، طبيعي انه يكون في قلق على المستوى الجماهيري، لكن اعتقد ان الامور مع الجهاز الفني ومع اللعيبه اكيد الامور مختلفه. في ثقه، في عنصر مهم جدا في منتخبات قويه زي السنغال وزي طبعًا المغرب وزي تونس كمان والكاميرون وغانا ما نغفلهمش من الصورة. أكيد. لكن انت عندك الأرض والجمهور، وده عنصر مهم جدا جدا جدا. منتخبنا هيلعب في استاد القاهرة بعد غياب مع وجود الجمهور العظيم، فأعتقد انه ده ان شاء الله يكون دافع قوي لمنتخبنا ان هو يذهب بعيدا في البطولة، وتحديدا انه يوصل للمباراة النهائية ويكسب اللقب بإذن الله ان شاء الله. هل المباراتين أتوا بثمارهما اللي كان بيتمناهم؟ اكيد الجهاز الفني بقياده مستر اجيري، شايف ان بالتحديد كمان المباراه الاخيره امام غينيا ولا؟ شوف انا مش عايز الكلام يكون انه باريحيه انه احنا خلاص وصلنا لافضل شيء ممكن نعمله. كويس. خاصه انك جه فيك هدف التعادل وبعدين جبت جونين، فممكن بعض اللاعبين اللي انا شفته من التصريحات يكون حس انه لا ان احنا كويسين وان احنا جامدين والكلام ده. لا انا اتمنى انه يعني نكون واقفين على ارض صلبه وعارفين بالظبط احنا بنتصرف ازاي وبنتحرك ازاي. عايزين نكون في قمه التركيز. المباريات الرسميه اكيد تختلف تماما عن الوديات. المفاجآت وارده في البطوله دي تحديدا، انا حاسس ان فيها مفاجآت كتير هتحصل لانه العدد كبير، عدد المنتخبات كبير، 24 منتخب لاول مره، والمنتخبات فيها عدد لا بأس به من اللاعبين المحترفين. يعني الفرقة خلاص اتعلموا ان هم يبعتوا لاعبتهم من صغرهم بيلعبوا في دوريات زي فرنسا والدوريات الأوروبية، فبالتالي الأمور اختلفت، ما عندهمش حتة الرغبة، ما عندهمش حتة الخوف بقدر ما هو عايز يعمل مغامرة وعايز يعمل مفاجأة. فلازم ناخد بالنا كويس من المنتخبات المغمورة. يعني البداية مع منتخب زيمبابوي لازم تكون رسالة قوية ان احنا انطلاقة تكون قوية، ان احنا مش جايين نهزر، ان احنا لا جايين ناويين على البطولة ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. التشكيل والمراكز، عايز ابتدي بالمراكز الاول. ايه المراكز اللي انت قلقان منها شوية في منتخب مصر؟ لا انا قلقان من الدفاع صراحة. الدفاع؟ يعني انا قلقان من الدفاع والى حد ما كمان من حراسة المرمى. يعني خلينا اكون واقعي وصريح. احنا شفنا في المباراتين الوديتين انا حاسس ان في غياب ترابط فكري وادائي ما بين خط الدفاع وما بين حراسه المرمى. ده ممكن يكون ناتج عن ايه؟ ناتج ان لسه مستر اجيري بيجرب الناس في المراكز دي ولا في ناس؟ يعني في لعيبه اول مره تلعب يعني جنب بعض بالاسلوب ده او بالطريقه مع مستر اجيري، زي يعني وجود مثلا حجازي وباهر المحمدي مع الحراس المرمى الثلاثه، محمد الشناوي وجنش واحمد الشناوي وكمان احمد ايمن منصور. ففي لا في مجموعه اول مره تلعب مع بعض، وده خاصه في خط الدفاع انت دايما بتحاول تعتمد على ناس متجانسه. يعني بتحاول خاصه قلب الدفاع بتحاول تشوف اثنين متجانسين مع بعض بفاهمين بعض، في تفاهم، وده بيصنع تفاهم تاني مع حارس المرمى انه ازاي اكون بتعامل في الهجمات الخطيره او في الكرات العرضيه او في الكلام ده كله. فاتمنى انه الايام اللي فاتت كلها يكون الجهاز الفني اشتغل على ده، لانه هم عارفين انه دي نقطه سلبيه. بالزبط. واتكلم فيها الكابتن هاني رمزي تحديدا وقال ان احنا زعلانين انه ده بيتكرر، الاخطاء بتتكرر. فبالتالي اكيد كل الشغل خلال الايام اللي فاتت وفي المعسكر كمان ان شاء الله اللي بداوا منتخب مصر هنا في القاهره امبارح هيكون في كل الشغل على موضوع علاج الاخطاء، وان احنا ازاي نركز طول ال 90 دقيقه، وازاي يكون في تفاهم ما بين خط الدفاع مع حراسه المرمى. تمام. مروان طمنك شويه في خط الهجوم بعد المستوى الرائع اللي ظهر بيه في ماتش غينيا؟ صحيح، يعني دايما مروان بيكون محتاج ان هو ياخد الدفعه ان هو يسجل هدف، فبالتالي معنويا ونفسيا طبعاً يكون طبعاً افضل في الملعب. فالتحرك اللي عمله والهدف اللي سجله بالتسديده دي من بره هدف حلو، انا شايف ان هو حاجه كويسه نفسيا كمان قبل بدايه البطوله، خاصه انه
بنسبه 99% هو اللي هيبدا في اول مباراه، فبالتالي يعني دفعه معنويه قويه جدا جدا، نتمنى له التوفيق ان شاء الله. طيب فيما يتعلق بقى بالتشكيل نفسه، توقعاتك للتشكيل، تعالى كده نمسك ايه مركز مركز ونبتدي بحراسه المرمى. مين هيكون حارس مرمى الاساسي في بطوله الامم الافريقيه؟ شوف، هو يعني المعلومات الوارده، ولكن طبعا انا دايما بحب يعني اسيب حتى لو 1% لاي قرار ممكن الجهاز الفني يغيره، لكن طيب. انا بقول لك محمد الشناوي، محمود جنش، احمد محمد الشناوي حارس مرمى. محمد، ليه من وجهه نظرك ممكن يكون محمد الشناوي الافضل؟ بص، اي التلات حراس من وجهه نظري كل واحد فيهم ليه ميزه وعيب. وعيب تمام تمام. محمد الشناوي الى حد ما عنده ثبات، والى حد ما عنده قدره على التعامل مع المواقف الصعبه. عنده مشكله في بعض الكرات ممكن تكون الارضيه او الكلام ده كله، لكن سهل ان هو يتم علاجها او يتم التعامل معاها. جنش حارس مرمى متميز وعمل موسم جيد. محمد الشناوي كمان لعب كاس عالم، صحيح كان هو في الصوره، دي اضافه لي، كان اول ماتشين في مباراه كاس العالم. جنش حارس مرمى جيد جدا ومتميز جدا، لكن الجهاز الفني للمنتخب وضع في اعتباره اللقطات يعني عايز اقول السلبيه شويه اللي عملها جنش في بعض المواقف، او ان هو ساعات انفعالاته الزياده بتخليه شويه الفريق يدفع ثمن انفعالاته، دي نقطه. بالنسبه لاحمد الشناوي طبعا حارس مرمى جيد ومتميز طبعا. لكن الى حد ما هو طبعا ما لعبش في افريقيا السنه دي مع بيراميدز، ما كانش بيلعب في افريقيا. كمان كان غايب للاصابه، كمان كان غايب للاصابه، وايضا بالخلفيات اللي قبل كده انه الى حد ما تحت الضغط الجماهيري شويه احمد الشناوي. يعني مش عايز اقول ما بيقدرش يصمد، لكن التجارب السابقه بتقول كده. فبالتالي الجهاز الفني للمنتخب الوطني لغايه دلوقتي استقر على محمد، ده ترتيب حراس المرمى: محمد الشناوي، جنش، احمد الشناوي. محمد الشناوي، جنش، احمد الشناوي، ده ترتيب حراس المرمى رقم 3. ده في المقابل في ناس تقول ان احمد الشناوي رقم 1. لا، احمد الشناوي رقم 3. رقم 3. طيب خط الدفاع، احمد حجازي في خلاف عليه؟ لا، احمد حجازي طبعا ده قلب الدفاع المضمون طبعا، حاجز مكان حجازي، حاجز مكانه بالظبط. طيب ايمن اشرف ولا احمد ايمن منصور كظهير ايسر؟ ايمن اشرف، لانه الخبره بتاعت ايمن اشرف، كمان انه الجهاز الفني عنده رؤيه انه تحسبا لاي تغيير ممكن يحصل في طريقه اللعب، فممكن ايمن اشرف يؤدي دور المساك بغير الظهير الايسر. فبالتالي ايمن اشرف هو اللي في المركز في الظهير الايسر، مش في قلب الدفاع الثاني يعني الظهير الايسر. طيب احمد المحمدي في خلاف عليه؟ لا، المحمدي طبعا حاجز كظهير ايمن مكانه. طيب بالزبط. اللاعب بقى اللي هيكون بيجاور احمد حجازي كمساك في خط الدفاع، هل هو محمود علاء ولا الونش ولا مين كمان؟ باهر المحمدي. باهر المحمدي الى حد كبير هو باهر المحمدي. باهر المحمدي هو الار. بناء على ايه او ليه؟ باهر المحمدي نفس قصه ايمن اشرف، انه برضه بيجيد ان هو في اي تغيير في طريقه اللعب ممكن يستعين به في مركز الظهير الايمن، فبالتالي هو ده بيديه افضليه مع احمد حجازي. يبقى باهر محمدي هو الار. في نص الملعب، في نص الملعب يعني يكاد يكون لا خلاف على محمد النني وطارق حامد بشكل كبير او بنسبه 99%، هما الاثنين طارق حامد ومحمد النني، ما فيش خلاف على ده يعني. البعض بيقول دونجا لعيب مميز جدا، ممكن نلاقي مفاجاه في منتخب مصر وهو يبتدي البطوله، وان هو بيأدي مستويات كويسه جدا على مدار بطوله الدوري. البعض بيتكلم انه دونجا ممكن ياخد على حساب النني مش على حساب طارق حامد، لكن طارق ما فيش خلاف عليه طبعا. طارق ما فيش خلاف عليه، لازم يكون موجود. لكن برضو انت بتتكلم كمان على خبرات دوليه وعلى مشاركات بالزبط. دوليه، فدونجا لاعب مميز جدا وما فيش خلاف عليه، لكن انت بتتكلم دلوقتي على خبرات، على جهاز فني بيشوف انه محمد النني لاعب محترف في نادي ارسنال الانجليزي ولازم يبقى موجود، حتى لو ما بيلعبش اساسي. بالظبط، حتى لو ما بيلعبش اساسي ممكن انت دايما. عمل مباراه وديه كويسه قوي امام غينيا في الحقيقه كمان يعني. يعني بقاله سنين بيلعب في المنتخب طبعًا في المركز طبعًا ده طبعًا. فبالتالي يعني وكلام كتير على النني كل بطوله نفس الكلام فبالتالي يعني لا، انا شايف ان هو ما فيش خلاف عليهم يعني. تمام، النني وطارق حامد. رباعي خط الهجوم برضه ده بنسبة 99.9 محسوم يعني. عبد الله السعيد ومحمد صلاح وتريزيجيه ومروان محسن. ده رباعي خط الهجوم. والأقرب مروان محسن زي ما اتكلمنا. الأقرب بشكل كبير طبعا هو مروان محسن، وإن كان مستر أجيري يعني إلى حد ما مقتنع كمان بأحمد علي وشايف إن هو رأس حربة جيد،
وممكن يكون ليه دور في البطوله. يعني احمد علي بصراحه اثبت ان هو يعني مهاجم شرس في مبارياته مع المقاولين العرب، لكن هو هيبدا بمروان. طيب يعني مروان هو اكيد الاقرب ان شاء الله، وباذن الله نتمنى له كل التوفيق، ونتمنى لكل اللاعبين اللي هيشاركوا ايا كان مين هو بالظبط، احنا كلنا وراهم باذن الله هيحاولوا دي كلها برضو يعني مع توقعات بتيجي لنا من المعسكر المنتخب. وارد انه يحصل فيها تغيير في اي وقت، علشان بس الناس دايما بتقعد تتصيد يقول لك لا اصل انت قلت كانه يعني قران منزل يعني ما فيهوش تغيير. لا دي توقعات للمشهد قبل البطوله بالظبط. طيب فيما يتعلق بقى بمباراه الافتتاح والمحاذير اللي لازم ياخد باله منها المنتخب واللاعبين والجهاز الفني في مباريات الافتتاح، لان دايما مباريات الافتتاح وارد ان يكون فيها مفاجاه، ودايما مباريات الافتتاح لاي فريق صاحب ملعب وعايز ياخد البطوله لازم يبتدي بدايه قويه. فبالتالي رسائلك للجهاز الفني واللاعبين في مباراه مهمه جدا وصعبه جدا امام زيمبابوي، وبالتحديد هو تعادل ماتشين وديان قبل البطوله، يعني شايف المباراه دي ازاي؟ مباراه مهمه زي ما قلنا انه دي مباراه الافتتاح، بتكون رساله قويه للمنتخب انه انا بلعب علشان اخد البطوله كويس. ان انا بلعب علشان البطوله على ارضي وسط جماهيري، لازم استغل الكلام ده كله. لكن لازم يكون في اكتر من سيناريو للمباراه سواء عند اللعيبه او حتى عند الجهاز الفني طبعا. وارد في اي لحظه يجي في الجون ده، يعني ده شيء وارد. فلازم تعرف هتتعامل مع الوضع ده ازاي، لازم تعرف يعني هتستغل الموقف ده ازاي، وان انت ازاي زي لما شفنا في المباراه الوديه مع غينيا يعني ان انت جه فيك هدف فجاه يعني بالظبط. فبالتالي دي كلها مواقف وارده في المباراه، لكن يفضل ان انت ما يعني من اول لحظه ان انت تحاول تسجل هدف مبكر علشان تفرض سيطرتك على المباراه. ممكن عدد من اللاعبين الجيل ده يكاد يكون ما لعبش مع جمهور، ممكن يكون بالزبط. عنده رهبه من الجمهور في اول ربع ساعه. هل دي سلبيه ولا ايجابيه بقى؟ انت دلوقتي عندك حضور جماهيري غفير جدا في البطوله ان شاء الله، وفي نفس الوقت عندك الجيل الحالي ده للاسف الشديد بسبب الظروف المختلفه ما لعبش وسط هذا الحجم والكم الهائل من الجماهير. ازاي نقدر نتخطى على الجزئيه دي لو هي سلبيه، وازاي نقدر نستغلها لو هي ايجابيه؟ لا هي مش يعني لو سلبيه هتكون في 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 بدايه المباراه فقط، انه انت اول مره نشوف الجمهور ده كله واول مره في استاد القاهره تحديدا، لانه استاد القاهره بيختلف عن اي استاد طبعا. احنا لعبنا وسط جمهور في المباريات المؤهله لكاس العالم طبعا. كان في استاد برج العرب فبالتالي استاد القاهره يختلف تماما الوضع، يعني في رهبه فعلا. فازاي اللاعبين هتتعامل مع رهبه الجمهور وتعرف ان الجمهور ده دافع قوي ليك مش موجود علشان يعمل ضغط عليك. بمجرد ما الرهبه دي خلصت، لا الجمهور طبعا اكيد عامل دافع قوي للاعبين في طول البطوله مش في اول مباراه بس، انه دايما حتى لو انت مش جاهز بنسبه 100% على المستوى الفني والنفسي الجمهور بيعوض الكلام ده كله. الجمهور بيكون عامل ضغط ايجابي عليك وعامل ضغط سلبي على المنافس، فبالتالي لا ان شاء الله جمهورنا يعني يعزف اجمل سيمفونيه في مباراه منتخبنا في استاد القاهره، ونشوف لوحه فنيه رائعه من الجمهور زي 2006 لما شفنا الناس كلها بتروح الاستاد والاسر والاصدقاء والاصحاب كانك رايح سينما او كانك بالزبط. رايح تتفرج على مسرحيه. فنتمنى ان نشوف ده ان شاء الله. نتمنى تكرار ان شاء الله لسيناريو 2006 بطوله الامم الافريقيه 2006، وبالتحديد كمان سيناريو بطوله كاس العالم 2009. ما خدناش طبعا بطوله، لكن كان في منظر جماهيري رائع جدا، وباذن الله يتكرر هذا السيناريو في بطوله الكان 2019 في مصر. المنتخبات المتوقع ان هم يوصلوا للمربع الذهبي مثلا، او المنتخبات اللي هيكون ليها دور وكلمه قويه جدا في البطوله من وجهه نظرك؟ لا في منتخبات كتير، يعني زي مثلا المنتخب السنغالي انا اتوقع ان هو يكون ليه دور في البطوله، وان هو يكون بس نتمنى ان هو يعني ما يبقاش يعني يبعد عن منتخبنا، يعني لو جه في طريقنا ان شاء الله نخرجه بره البطوله. لكن عنده مجموعه من اللاعبين، هو اغلى منتخب في البطوله على مستوى الارقام الماليه هو الاغلى، لكن احنا كمان عندنا محمد صلاح هو اغلى لاعب في البطوله يعني. فبالتالي منتخب السنغال بالنسبه لي هو من المنتخبات القويه اللي كله هيعمل لها حساب في البطوله. وفي كمان المنتخب المغربي رغم المشاكل ورغم الكلام اللي بيحصل ورغم هزيمته في المباراتين الوديتين، لكن لا المنتخب المغربي دايما منتخب مرشح ان هو
يكمل مشواره في البطولة. كان عنده يعني غاب عنه التوفيق وكان سوء حظ انه يقع في مجموعة قوية في كأس العالم، لكن اتوقع اسبانيا والبرتغال وايران كانت مجموعة قوية جدا يعني، فاتوقع ان هو ممكن يكون يعني برضه يكمل الادوار النهائية في 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 بطولة مصر ان شاء الله. حتى المنتخب التونسي انا شايف ان هو منتخب عنده عناصر جيدة من اللاعبين يقدر ان هو يكمل. كمان ما تقدرش تغفل حامل اللقب المنتخب الكاميروني طبعا دايما محدش بيتكلم على الكاميرون في الحقيقه، رغم ان هو فعلا حامل اللقب يعني طبعا الناس شويه ناسيه منتخب الكاميرون، لكن مركزين مع ساديو ماني في السنغال والكلام ده، لكن اتوقع كمان الكاميرون وغانا اكيد يعني دي منتخبات اللي ليها تاريخ وليها اسماء ما تقدرش تجنبها لما تيجي تحط ترشيحات. تمام، فدي من المنتخبات القويه اللي هيكون ليها مردود في البطوله، ونتمنى انه البطوله يكون المستوى الفني بتاعها مرتفع، لانه في تخوف انه العدد كبير المنتخبات اول مره 24 منتخب، ففي تخوف انه المباريات فنيا هتكون فقيره فنيا، لكن انا اتمنى انه يكون ده عنصر مفاجاه زي ما اتكلمنا انه المنتخبات خلاص بقى عندها حته الاحتراف اللاعبين من صغرهم. اتوقع انه ان شاء الله اتمنى يعني انه يكون المستوى الفني مرتفع في البطوله. متفائل ان شاء الله ان مصر تفوز باللقب؟ متفائل ان شاء الله، وباذن الله نبارك لبعض في يوم 19 يوليو ان منتخبنا يكون خد اللقب الثامن باذن الله ان شاء الله. استاذ حسام زايد نورتنا وشرفتنا، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا امير، سعدت بوجودي معك. شكرا طبعا. ده كان لقاءنا مع الاستاذ حسام زايد نائب رئيس القسم الرياضي بجريده الشروق، واتكلمنا في ملفات كثيره جدا سواء فيما يخص النادي الاهلي او كمان فيما يخص منتخبنا الوطني اللي بيستعد لبطوله مهمه جدا، نتمنى له اكيد فيها كل التوفيق. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، استنونا حلقه جديده في نفس الميعاد بكره ان شاء الله. إلى اللقاء.